السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى سبيله واتبع منهجه وسار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه جواد كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أيها الإخوة، هذا هو الدرس 30 من دروس شرح كتاب الكبائر للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له. وقد تقدم معنا في الدرس السابق أن تكلمنا عن كبيرة من كبائر الذنوب وهي اللعن، حيث ذكر المصنف رحمه الله تعالى بابا فيما جاء في اللعن بشكل عام، ثم عقد بابا في لعن المسلم، ثم عقد بابا ثالثا في تأكد حرمة اللعن في حق الأموات، وسبق أن بينا ذلك بتفصيله. وذكرنا لكم حينها أن المصنف رحمه الله تعالى عقد بابا رابعا، إلا أنه لم يتيسر لنا قراءته آنذاك، في لعن الوالدين، وهذا أشد تغليظا وأكبر حرمة، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب: باب ما جاء في لعن الرجل والديه. عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. أخرجاه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإذا كان اللعن أيها الإخوة كبيرة من كبائر الذنوب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فهل يتصور أن يلعن الرجل والديه؟ هذا مما يستبعد عادة، أليس كذلك؟ ولذلك استنكر الحاضرون عند نبينا صلى الله عليه وسلم بقولهم: كيف يلعن الرجل والديه؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك يكون بأن يسب الرجل أبا الرجل فيسب الآخر أبا الرجل الأول، ويسب أمه فيسب أمه. لأنه مما يستنكر طبعا أي في الطباع، أن يتجه الإنسان إلى لعن والديه صراحة. وبالتالي كان هذا التساؤل عند نبينا صلى الله عليه وسلم، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بأن ذلك قد يكون منهم تسببا لا صراحة، بأن يتسبب الرجل بلعن والديه فيسب أبا الرجل الآخر، أو يلعن أبا الرجل الآخر فيسب أمه، أو يسب أباه ويلعن أمه أو أباه. وهذا الحديث أيها الإخوة أصل في سد الذرائع، ويؤخذ منه أن من آل فعله إلى محرم حرم عليه ذلك الفعل، وإن لم يقصد المؤول إليه. إذا علمت أن فعلك هذا سيؤول بك إلى محرم، فإنه يحرم عليك هذا الفعل، وإن لم تكن قد قصدت ابتداء هذا الأمر المؤول إليه. والأصل في ذلك قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني لو أتينا إلى قوم من المشركين ووجدناهم يعبدون صنما ويتخذون ذلك الصنم آلهة من دون الله والعياذ بالله، فإذا علمنا أننا إذا توجهنا بالسب والشتم واللعن إلى آلهتهم، فإنهم سيتوجهون بالسب والشتم واللعن إلى الله سبحانه وتعالى، إلهنا الواحد الأحد، هنا نمتنع عن سب آلهتهم. وهذا معنى قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومن هنا أخذ أهل العلم رحمهم الله تعالى قاعدة الشرعية، أو الأمر الفقهي المترتب على إنكار المنكر، بأن من آل إنكاره للمنكر إلى منكر أعظم
حرم عليه إنكار المنكر حينئذ. أنت لو ذهبت الآن رأيت منكر من المنكرات وذهبت لإنكار ذلك المنكر وعلمت أن إنكارك لذلك المنكر سيترتب عليه منكر أعظم، حينئذ لا تنكر ذلك المنكر، لا تنكر ذلك المنكر. ولذا من القواعد الشرعية المؤصلة في الكتاب والسنة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهنا تظهر وتتجلى أهمية العودة إلى أهل العلم في جميع الأمور ورد الأمور إليهم، كما قال الله عز وجل في كتابه العزيز: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لأن الفقيه والعالم لا يعرف الخير من الشر فقط، بل يعرف خير الخيرين وشر الشرين. قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلام له عظيم، قال: ليس الفقيه من يعرف الخير من الشر، وإنما الفقيه من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. تحدث للناس أمور كثيرة ثم يفتي أهل العلم بفتوى معينة فيستنكرها الناس ويتعجبون، لكن أهل العلم ينظرون بنور الكتاب والسنة ويعلمون أن هذا الأمر هو خير الخيرين، أو يعلمون أن هذا الأمر هو شر الشرين، يعني أقل ضررا فيفتى به، أو أكبر ضررا فيستدفع عن المسلمين. والعوام بطبيعتهم لا يعرفون مآلات الأمور بمثل ما يعرفها أهل العلم. ولذلك ذكر البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يستحبون عند الفتن أن يتمثلوا بأبيات عظيمة، وهي: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. أول ما تجي الأمور يتصدى لها كل أحد، العالم والجاهل، لكن العالم يعرفها فيفتي بها، أما الجاهل فلا يعرفها، لا يعرفها، لكنها إذا استبانت الأمور بعد ذلك عرفها العالم والجاهل. وحينئذ الجاهل كان يراها كشابة فتية تسعى بزينتها لكل جهول، لكن إذا اشتعلت وشب ضرامها خلاص قامت الفتنة وما استطاع الناس أن يوقفوها ويخمدوا نيرانها، تولي تلك الفتنة عجوزا غير ذات حليل، غير ذات زوج، ما يبيها أحد، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. ولذلك كان أهل العلم أعلم بمثل الوقائع التي تحدث للناس بشكل عام وأبصروا بها، لأنهم ينظرون بنور الكتاب والسنة. عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا بعد ذلك ذكر فيه كبيرة أخرى من كبائر الذنوب، فقال: باب ذكر قول يا عدو الله، باب ذكر قول يا عدو الله أو يا فاسق أو يا كافر ونحوه. عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، رواه البخاري. وعن سمرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار، صححه الترمذي. ولهما عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. حار عليه أي رجع عليه ما نسب إليه، هذا هو المقصود في الحديث الأخير. قال الحافظ رحمه الله تعالى في كلام له جميل في كتابه فتح الباري مبينا هذه الأحاديث، قال: وهذا يقتضي أن من قال لآخر أنت فاسق أو قال له أنت كافر، فإن كان ليس كما قال كان هو المستحق للوصف المذكور. يعني إنسان يقول لآخر يا فاسق والآخر ليس بفاسق، كان الأول هو المستحق للوصف المذكور. وأنه إذا كان كما قال لم يرجع عليه شيء لكونه صدق فيما قال، لكن لا يلزم من كونه لا يصير بذلك فاسقا ولا كافرا أن لا يكون آثما في صورة قوله له أنت فاسق، بل في هذه الصورة تفصيل، إن قصد نصحه أو نصح غيره ببيان حاله جاز، وإن قصد تعييره وتشهيره بذلك ومحض أذاه لم يجز، لأنه مأمور بالستر عليه وتعليمه وعظته بالحسنى، فمهما أمكنه ذلك.
فمهما أمكنه ذلك بالرفق لا يجوز له أن يفعله بالعنف، لأنه قد يكون سببا لإغرائه وإصراره على ذلك الفعل، كما في طبع كثير من الناس من الأنفة، لا سيما إن كان الآمر دون المأمور في المنزلة. طيب، علمنا من هذه الأحاديث حرمة أن يقول الإنسان لغيره يا عدو الله أو يا فاسق أو غير ذلك من الألفاظ السيئة أو من الدعوات السيئة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا تلاعنوا بلعنة الله سبق الكلام على اللعن، وفي قوله ولا بغضبه ما المراد به؟ المراد به أن يقول الإنسان للآخر غضب الله عليك أو اللهم اغضب علي أو نحو ذلك، أو بالنار بأن يقول الإنسان لآخر اللهم اجعله من أهل النار أو جعلك الله من أهل النار، هذا كله منهي عنه تجاه المسلمين، وما يكون من قبيل ذلك ما يكون من قبيل ذلك كله محرم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، لأن المسلمون رحماء، لأن المسلمين رحماء بينهم، أليس كذلك؟ لا يجوز لهم أن يكونوا بمثل هذه الغلظة والفظاظة تجاه بعضهم البعض. فإذا علمنا ذلك فإن الذي يقع في الكبيرة من كبائر الذنوب من هذه الأمور هو الذي يرمي آخر بهذه الأوصاف دون أن يكون الآخر مستحق لذلك. يعني يأتي إنسان يقول لآخر يا فاسق وهو صالح، أو يأتي إنسان يقول لآخر يا كافر وهو مسلم، أو يقول له يا عدو الله وهو محب لله عز وجل ومحب لدينه. هذه الأمور كلها إذا قالها المسلم تجاه أخيه المسلم وهو لا يستحق ذلك الوصف فهي كبيرة من كبائر الذنوب. طيب، إذا قالها للآخر وهو يستحق ذلك الوصف، إنسان مثلا اشتهر بالفسق فأتى وقال له يا فاسق، هل وقع في كبيرة من كبائر الذنوب؟ لا، ما وقع في كبيرة من كبائر الذنوب هذا القائل، لأن الآخر مشتهر بالفسق. لكن هل يأثم؟ نقول هنا فيه تفصيل. إذا كان المقصد من هذه الكلمة النصح أو العظة أو التحذير منه من الأمور الشرعية التي يسوغ بها قول مثل هذا القول فذلك جائز ولا بأس به. وأما إن كان ذلك على سبيل التنقص أو على سبيل الغيبة أو على سبيل الاحتقار ونحو ذلك فإن ذلك لا يجوز، يطبق عليه بقية الأحكام الشرعية، وبالتالي يقع هذا القائل في الإثم دون أن يقع في كبيرة من كبائر الذنوب، إلا إذا تخلل ذلك كبيرة من كبائر الذنوب مثل الغيبة فهنا يقع في كبيرة. المهم أنه يستحق الإثم إن كان الآخر غير موصوف بهذا الوصف حقيقة، ويستحق الإثم إن كان الأمر ليس له مقصد شرعي، وقد يصاحبه الكبيرة إن كان تخلله كبيرة مثل الغيبة ونحو ذلك. طيب، عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا آخر بعد ذلك بقوله باب النهي عن دعوى الجاهلية. ولما قال المهاجرون يا للمهاجرين ذكر المصنف حديثا طويلا وفيه الشاهد، وهو أنه لما قال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا. وهذا الحديث متفق عليه، وقصته أن شابين في غزوة من الغزوات أحدهما من المهاجرين والآخر من الأنصار تنازعا واختلفا، فكل واحد منهم استعان بقومه، قال المهاجر يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار، المهاجر استعان بقومه والأنصاري استعان بقومه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من دعوى الجاهلية فقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهوركم، وغضب لذلك غضبا شديدا، ما يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. اليوم نسمع نحن دعوات أخرى مثل القومية أليس كذلك، ومثل العصبية القبلية، ومثل العصبية المناطقية، ومثل العصبية بالعرق والجنس، هذه كلها نسمعها اليوم، كل هذه من دعوات الجاهلية التي لا يجوز أن تكون بين المسلمين. قال النووي رحمه الله تعالى في بيان هذا الحديث وأما تسميته صلى الله عليه وسلم ذلك دعوى الجاهلية فهو كراهة منه لذلك، فإنه مما كانت عليه الجاهلية التعاضد بالقبائل في أمور الدنيا ومتعلقاتها، وكانت الجاهلية تأخذ حقوقها بالعصبيات والقبائل، فجاء الإسلام بإبطال ذلك
وفصل القضايا بالأحكام الشرعية، فإذا اعتدى إنسان على آخر حكم القاضي بينهما وألزمه مقتضى عدوانه كما تقرر من قواعد الإسلام. هذا على الرغم أيها الإخوة، هذا كله على الرغم من أن المذكور في الحديث أن الشابين تناصرا بإيش؟ بالمهاجرين والأنصار اللذين تسميا بتسميات شرعية، المهاجر والأنصاري تسميا بتسميات شرعية، أليس كذلك؟ هذا على الرغم من ذلك، فما بالك اليوم بمن يتناصر بالقبائل أو يتناصر بالعرق أو يتناصر بالقومية أو بغير ذلك. وهذا والله للأسف الشديد مما أصبح طاغيا بين المسلمين، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك بأشد التحذير، وقال عليه الصلاة والسلام وأخبر أن هذه الأمور ستبقى، قال ثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وأساس الطعن في الأنساب يكون بإيش؟ بمثل هذه الأمور، العصبيات التي تجر إلى مثل هذه الأمور. لكن الإسلام علمنا أن أخوة الإسلام لا تفرق بين هذا وهذا، والأمر كما قال الشاعر: أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا اعتزوا بقيس أو تميمي. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أشد التعليم، لا فرق ولا فضل على عربي على لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى، ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، أليس كذلك؟ أليس هذا ما علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم؟ والله عز وجل يقول في كتاب العزيز: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. وين الأخوة بين المسلمين إذا كان الناس فيما بينهم؟ يعني أحيانا تجد قبيلة واحدة فيما بينها إذا كان هذا من فخذ وهذا من فخذ، ولا هذا من 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 جد معين يفتخرون به والآخر ليس من أبناء هذا الجد، تجد بينهم التشاتم والتقاذف. والله يا أخواني، مرة من المرات كنت عند شخص من قبيلة معينة، وكل قبيلة فيها الخير وفيها الشر، لا يمكن أن تأتي قبيلة كلها خير ولا قبيلة كلها شر، كل الأمور كما قال ابن القيم فيها الخير وفيها الشر. فكنت عند شخص من قبيلة معينة معروفة وعريقة، فحصلت بينهم وبين أبناء عمومتهم خصومة في أمر دنيوي. فقال لي: وأنا من من قبيلتهم، يعني أنا من منهم، بعيد عنهم تماما، لا علاقة لي بهم أبدا. فقال لي: إن أبناء عمومتنا هؤلاء حنا نعيرهم بكذا أصلا، لأنهم يغدرون ويخونون إذن أصبحت حتى العصبية موجودة بين القبيلة الواحدة والأسرة الواحدة. وهذا ينبغي على الإنسان أن يتجنبه تماما. من هذا؟ هذا مسلم، أنت مسلم، أنا مسلم، هذا الذي ينبغي أن يكون بين المسلمين، ولا فائدة والله في غير ذلك أبدا. قال المصنف رحمه الله تعالى عقب ذلك: باب النهي عن الشفاعة في الحدود. وقول الله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولهما في حديث المخزومية: أتشفع في حد من حدود الله؟ وفي الموطأ عن الزبير رضي الله عنه قال: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. وعن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. هذا الحديث عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان أن الشفاعة في الحدود عند السلطان من كبائر الذنوب. وهذا الحديث الأول الذي ذكره المصنف: أتشفع في حد من حدود الله، هو حديث طويل، وأصله أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: من يجترئ على ذلك إلا أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب ثم قال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. الحديث الثاني الذي فيه أن الزبير قال: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع، هذا الحديث قال عنه الحافظ في الفتح: منقطع مع وقفه، لكن صححه الألباني في السلسلة الصحيحة موقوفا، ويحتاج إلى مراجعة الحقيقة، لكن الحديث الأخرى تغني عنه.
والحديث الثالث جزء من حديث طويل الذي فيه من حالة شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. هذا جزء من حديث طويل أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وصححه المصنف هنا في هذا الكتاب في باب ما جاء في البهتان السابق. قال الحافظ: وفي الحديث من الفوائد منع الشفاعة في الحدود، ويقيد المنع بما إذا انتهى ذلك إلى أولي الأمر. ما هي الحدود؟ الحدود هي العقوبات المقدرة شرعا، هي العقوبات المقدرة شرعا، فما جاء تقديره في الشرع تسمى الحدود، مثل حد الزنا الذي هو على قسمين، إما الجلد لغير المحصن وإما القذف للمحصن، الرجم عفوا للمحصن، ومثل حد القذف ومثل حد السرقة، هذه كلها حدود مقدرة من عند الله تبارك وتعالى. وهناك تعزيرات، التعزيرات متروكة للقاضي يقدرها، ما نصت الشريعة على مقدار لها محدد في العقوبة فتركت للقاضي. التعزيرات تجوز الشفاعة بها على كل حال، لكن سيأتي قيد مهم جدا علينا أن نتنبه له. أما الحدود فإنها إذا كانت بين العباد فإنهم يتعافون فيما بينهم، ويشفع بعضهم بعضا، يشفع بعضهم في بعض لأجل ذلك، لأجل العفو في ذلك. لكن إذا بلغت السلطان لا تجوز الشفاعة في الحدود، وتجب حينئذ إقامتها على الغني والفقير والضعيف والقوي والشريف والوضيع وغير ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. وفي هذا دليل أيضا على عدم جواز العفو عن الحدود من الإمام كما ذكرت لكم. طيب، نحن علمنا أن الحدود يتعافى فيها البشر فيما بينهم، وأنها إذا بلغت للسلطان أو نائبه فإنه لا يجوز العفو عنها ولا الشفاعة فيها. لكن من نائب السلطان الذي لا يجوز أن يشفع عنده في الحدود ولا يجوز أن يسقطها؟ هنا اختلف أهل العلم في ذلك، وأقرب الأقوال والله أعلم وجاهة من قال بأن نائب الإمام المخول بإقامة الحد هو الذي لا تجوز الشفاعة عنده وهو القاضي. وأما من دون القاضي من رجال الضبط كالشرطة وغيرهم فإنه تجوز الشفاعة عندهم، تجوز الشفاعة عندهم، وكرجال الهيئات يعني ورجال الضبط بشكل عام تجوز الشفاعة عندهم. هذا أوجه الأقوال، وهذا الأمر الذي أقول لكم هو من الناحية الشرعية. أما من الناحية النظامية فإذا رتب ولي الأمر في ذلك نظاما معينا فيجب الأخذ به طاعة لولي الأمر. فإذا قال ولي الأمر مثلا أن جهات الضبط إذا ضبطت واقعة في حد من الحدود يجب أن ترفعها، فهنا لا يجوز لها أن تقبل الشفاعة لأن ولي الأمر حسم ذلك. لكن إذا ما ترك ولي الأمر هذا الأمر لجهات الضبط فهنا يقال يجوز الشفاعة. وحبذا لو أن جميع يعني الدول اتخذت في ذلك أمرا شرعيا نظاميا فتقرر أن الشفاعة تجوز عند جهة معينة دون أن تكون الشفاعة عند القاضي أو عند ولي الأمر الأعظم، لأن الحدود حينئذ لا يجوز ولا تجوز الشفاعة فيها. طيب، بقي قيد واحد مهم ونختم به: هل الشفاعة حسنة لكل أحد؟ يعني لو جاءك إنسان وقع في عقوبة تعزيرية، وقع في ذنب يوجب العقوبة التعزيرية، أو آخر وقع في حد يوجب عليه إقامة الحد لكن ما وصل الأمر إلى السلطان، هل الشفاعة حسنة في الجميع؟ نص أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الشفاعة إنما تكون حسنة في ذوي الذنوب الذين لا يشتهر عنهم الفسق ولا التمادي فيها، وأما من اشتهر عنه الفسق والتمادي في الذنوب وأذية الناس فإنه لا تحسن الشفاعة له. قال الخطابي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر عن مالك وغيره أنهم فرقوا بين من عرف بأذى الناس ومن لم يعرف، قال: لا يشفع للأول مطلقا من عرف بأذى الناس سواء بلغ الإمام أم لا، وأما من لم يعرف بذلك فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام. ولعلي أختم أيها الإخوة بأمر مهم وهو يكثر وبقصة يسيرة، ألا وهو الشفاعة في القصاص. هذا الأمر الحقيقة مما لا نراه سائغا انتشاره، خاصة في من عرف عنه القتل،
خاصة في من عرف عنه القتل. ومما أذكره لكم أنني في يوم من الأيام كنت طالبا في مرحلة الماجستير، كان عمري آنذاك يعني لا يتجاوز 22 سنة أو 23 سنة، وكنت إماما لمسجد. فجاءني أحد الأشخاص وقال لي: أريد منك أن تذهب معي إلى أبناء عمومتي لتشفع معي في قصاص حكم به على أخي، قتل أحد أبناء عمومتي، أريدك أن تذهب معي لتشفع في هذا الأمر. فقلت له أنني صغير بالسن ولا أرى أن ذهابي معك مجديا وأنا في سني هذا، لكن سأتصل بأحد المشايخ الكبار الذين أعرفهم وهم من شيوخي وهو من شيوخي، ويذهب معنا وإن شاء الله يكتب الله على يديه الخير. فاتصلت بهذا الشيخ، ولا أريد أن أذكر اسمه لأني لا أعلم هل هو يسمح أن أنقل عنه ذلك أو لا، لكن القصة فيها فائدة على كل حال. فاتصلت به وهو من كبار طلبة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، فقلت له إن الواقع كذا وكذا. فقال لي: لا، لن أذهب ولا تذهب يا إبراهيم. فقلت له: لماذا؟ قال: لأهل القتيل حق، وأنت اليوم تشفع في هذا القاتل ولا تعلم عن خفاياه ولا تعلم عن حرقة قلب أهل القتيل، والله تعالى يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وكان شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى لا يقبل الشفاعة في القصاص، ويقول: لأهل القتيل حق أعطاه الله لهم، فإن عفوا من تلقاء أنفسهم وإلا فلا يضغط عليهم بذلك. جميل. فما ذهبت واستمعت لكلام شيخنا، وحصل أن نفذ حكم القصاص في هذا الشخص، جعل الله له ذلك كفارة. وبعد فترة التقيت بقريب لهذا الشخص وسألته ما حصل بفلان، قال: نفذ فيه حكم القصاص لأن أبناء عمومته لم يعفوا عنه يعني في ذلك الوقت. وقال لي: الحمد لله أنه قتل. هذا ابن عمه، قال: الحمد لله أنه قتل. هذه المرة الثالثة يقتل على أتفه الأسباب. المرة الأولى عفوا عنه، المرة الثانية عفوا عنه، المرة الثالثة ريحنا من شره وفكنا. إذن الأمر كما قال الله: ولكم في القصاص حياة. والقيد اللي يضعه أهل العلم، هذا كلامنا لما نقول أن أهل العلم ينظرون بنور الوحيين، لما الشيخ ابن باز ما يذهب ولا يشفع ولا يأمر بذلك بل وينهى، لأنه يرى بنور الكتاب والسنة. بعض الناس يرى أن الشفاعة حسنة على كل حال، بل الشيخ ابن عثيمين له كلام جميل عند قوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال: العفو عمن يتمادى في الإساءة ليس من الشرع، لأن الله يقول: من عفا وأصلح. كيف تعفو عمن يتمادى بالإساءة ثم تقول: أنا أصلحت؟ لا، أنت أفسدت، لأنك جعلت هذا يتمادى في الطغيان وفي إيذاء المسلمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلبي وقلوبكم وعملي وأعمالكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.